أشغال كبرى للمشروع راهي تسير كما قلت بوتيرة متسارعة على مستوى المقطع الشامل الشمالي منه لولاية المار عبر ولاية قادمة، وبالتحديد على مسافة 14 كيلومتر، باعتبار أن المسار المعني به ولاية قادمة هو يقدر ب 54 كيلومتر. دونك كما قلت هذا المسار الأولي على مسافة 14 كيلومتر اللي ينطلق من بلدية بوشقوف إلى غاية حدود بلدية شيحاني ولاية الطارف. أنا يعني في نقطة الكيلومترية 42 حيث المجمع الشركات اللي أسند لها هذا المشروع راهو في طور إنجاز النفق الأول. رانا مشينا فيه حوالي أكثر من 50% بالنسبة لعملية الكروزمون. وتيرة تاع الأشغال الأخرى كوسوسوا جسور، كوسوسوا منشآت لتصريف المياه، كوسوسوا أعمال الحفر والردم راهي في تقدم ملحوظ.